لما نيجي لل contents of the if correct الفصل، هو اساسا الفات هنا في هنا وهنا زي الرسمه الاولانيه خلاص، اس كوركت الباد والفات. نيجي بقى، انا كان عندي هنا بودندال كانال، البودندال كانال كان فيها البودندال نيرف والانترنال بودندال فيسلز، دي بتطلع النيرف والفيسلز بيطلعوا برانشز ورايحين للانال كانال ورايحين للسوبرفيشال والديب برينيال باوشن. فالبرانشز دي هي دي اللي بتكون لي الكونتنتس بتاعت الاس كوريكتال فوس. تعالوا نشوفهم بالتفصيل. اول حاجه اس كوريكتال باد اوف فات، ادي هنا هنا اس كوريكتال باد اوف فات. نيجي بعد كده انفيرو ريكتال نيرف اهو، والمفروض معاه كمان انفيرو ريكتال فيسر، يبقى انفيرو ريكتال نيرف وانفيرو ريكتال فيسر، في سكروتال نيرف وسكروتال فيسر، وبعدين perineal branch of the fourth sacral nerve، وبعدين transverse perineal vessels. كل دولت الكونتنتس بتاعت الاسكوريكتال فاس. بس خد بالك، اول حاجه اسكوريكتال باد فات، نمبر 2 في الريكتال نيرف في الريكتال فاس، بعد كده سكروتال نيرف في الفيميل بنقول ليبيال نيرف اند فيسل، احنا في الميل بنقول سكروتال، في الفيميل نقول ليبيال نيرف اند ايه فيسل. برينيال برانش اوف ذا فور سكرال ده في الناحيتين، ترانسفيرز برينيال فيسل هنا برضو في ترانسفيرز برينيال فيسل. دي الكونتنت بتاعت الاس كوريكتال فاس، هنقولهم تاني اس كوريكتال باد اوف فات، وبعدين انفيروكتال نيرفز انفيروكتال فيسل، بعدين سكروتال نيرفز او ليبيال نيرفز في الفيميل، برينيال برانش اوف ذا فور سكرال نيرف، ترانسفيرز برينيال اي فيسل. الرسمه دي برضو بتبين هم ده ميل وده الفيميل، نفس الكونتنتس واحده بس تغيير اسماء فقط، بدل ما بنقول كنا بنقول سكروتال نيرفز بنقول ليبيال نيرفز، وبعدين ترانسفيرز برينيال فيتلز موجودين، البرينيال برانش اوف ذا فور ساكرال نيرف موجود، الفات موجود، انفيرو ريكتال نيرف انفيرو ريكتال فيتلز موجودين على الناحيتين. المنظر ده في الفيميل وده في الميل، ده اللي بيسموهم الكونتنتس اوف ذا اس كيو ريكتال فوس.